إلى متى يا شيخ العرب تميل إلى الوهم وتنتظر ما لا يأتي؟ بلغنا أمر وقوع شيخ العرب همام ووقوفه مرة ثانية، ولو كانت دي القاضية لأتتك الأوامر من أطفاله الصغار، وصار الشيخ إسماعيل الهواري يتحرك بإصبع صغير من يد درويش الغرير الذي لن ينظر إلى عمه إسماعيل باهتمام. ما زالت يد صديقك أبو الدهب ممدودة بكل الوعود، رغم أن تجريدتنا الأولى على بعد خطوات. عن الأوان قم يا غفلان واصحى العدوك وكيدو، عن الأوان قم يا غفلان واصحى العدوك وكيدو، واستقبلوا القلب مليان روحك ما هياش في ايده. شيخ العرب مماليك الاستطلاع شافوا التجريدة جاية ومعاهم عدد وسلاح مهول. ارجع مطرح. عيسى قطامش، عاوز هجمة تحكي عنها ايام وليالي سنين. احنا جاهزين يا شيخ العرب. اكسروهم كسر. اوامرك يا شيخ العرب. عيسى خليك شديد. اشد من الحجر يا ولد عمي. اتوكل على الله. مناع أمرك يا شيخ العرب. لو جبت بارود غضرتك في صدر جابر لك مني فوق ما يحلم بيه خيالك. عليك يا جابر. أمان عليك يا زرزور، لو جرى لي حاجة وصي الشيخ همام على عيالي. بعد الشر عليك يا حسن العالي. خير. من غير ولد إني أنا وإنسى حتى ولادك، من غير ولد إني أنا وانسى حتى ولادك، ودمك اعتبره حنة يا عريس في زفة بلادك. والله عاد يا شيخ اسماعيل. خبر ايه؟ جابر موتوه بالغدار. خسارة يا جابر. والجتة وقعت من على الصخرة وما لقيناهاش. والله خسارة كبيرة. كان نافع. أمر الله. روح. عظم الله أجرك. شكر الله سعيكم يا بيه. جات لك من عند ربنا. حشم يا عيسى. أنت اللي عملتها
ما لحقتوش وجات له منهم. خير، كله خير. نكملوا حديثنا. احنا كسرناه ورجعوا قبالنا يجي 1000 قصبة في 3 ليالي. تشهروا بايه يا بهوات؟ اسيوط ملكنا والشورى ليك. زين عيسى، شيع جواب لهمام بالبشرة، قل له ان احنا فوق سيوط ملوك. الله اكبر، سيوط وقعت يا بولس والحلم برد. مبارك يا شيخ العرب، ربنا يكمل غرضك ويكفيك شر العدو والصديق. العدو ماشي، الصديق كمان يا بولس. احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة. ما بلغت شيء؟ لا ما بلغنيش، بس مع فرحة النصر دايما خد بالك. يعني ايه العرب ملك واسيوط؟ يعني كلها كام يوم ولاقي همام قاعد هنا مطرحي ويقضي العربي على المملوك؟ لا ما انا مش غبي. اسمع، خدوا كل المدد، كل السلاح، كل الميري، واقضوا عليهم فورا. عدد المماليك مع الهواره عدى 50,000 جندي. ان شاء الله يكونوا 100,000. رقبتك في كفه وكسر العرب في كفه. وانا هجيب لك سلاح ما يخطرلكش على بال. يا ريت، احنا محتاجين ده فعلا. سلاح روسي يقضي على الهواره كلهم. روسي؟ ايوه، وانت اللي هتحاربهم بنفسك يا ابو الدهب. ما تبطلش اتصال باسماعيل، انت فاهم؟ اتصرف يا ابو الدهب. شيخ العرب زرزور. خير يا زرزور؟ خير يا شيخ العرب. جابر، البقاء لله. قتلوه عشان رغبته تسكت. وار رغبتك يا جابر. هيقول الشيخ اسماعيل خلي حد يقتله. اقطع النفس، خليك في مطرحك، هشيع معاك جواب. السلاح الجديد جاهز يا مولاي. تم تقريبه؟ سريع وقوي وقاتل وبروده ما يحتاجش لتجهيز. لكن ما تمش تجربه في المعركه يا مملوك. لسه يا مولاي، انا عايزه تجرب وقت الفجر بشكل سريع ومحدد ومكثف. عايزكم تولعوا في جثث القتلى عشان الخوف من السلاح الجديد يوصل مداه. سلاح عجيب يا شيخ العرب. عجيب كيف يعني؟ بيموت بسرعه، اكبر من الغداره، وزي ما انت شايف يحرق كمان. يعني السلاح هو اللي قتله حرق؟ الله اعلم يا شيخ العرب. المهم الناس ما تحسش الفرق عشان ما تيأسش. وهم لو يقدروا يعملوها كانوا عملوها وخلصوا. ايه اللي هيحوشهم يعني؟ يمكن بيجربوه. يعني عاوزين يهزوا قلبنا. ده اول انذار من ابو الدهب، عايز يقول لنا ان هو وجوده في تجريده اقوى. وايه يقولكم يا بهوات؟ نرد عليه رد يفحمه ونهجم عليه فورا. ايوه صح، جهزوا حالكم وداروا حكايه السلاح الجديد عن العساكر وارقبوا الوقت المليح للهجوم. روح انت. حاضر. من شيخ العرب همام الاسماعيلي الهواري، اللي هو يد اللي هخنق بيها العدو واكسر ظهره، بلغنا البطولة والنصر وندعو لكم بالمزيد. وبلغني كمان بالأسى موت حبيبنا جابر، ولأن المعركة فوق الكل فاللوم متأجل والعتاب له أوان. وأما المكلفين بحماية جابر، أنا عاوزهم قبل أي شيء هنا في جرجة قدامي. وأما كلمة خوارة فهي ليك يا ولد عمنا، لا تزال والحد المني. فإن كتب لنا الله النصر هناك فسلم الأمر للولد عمنا عيسى الهواري وعود إلينا، لأننا نعوزوك وبجميلك نكافئوك. والسلام ختام. همام والد يوسف أحمد الهواري.